مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. Hello and welcome. شو بتاكل على الترويقة؟ شو بتاكل على الغدا؟ شو بتاكل على العشاء؟ What do you have for breakfast, lunch, dinner? شو بتاكل على الترويقة؟ شو بتاكل على الغدا؟ شو بتاكل على العشاء؟ باكل followed by the food name. باكل رز, for example. I eat rice. باكل رز. الوجبات الرئيسية. The main meals. الوجبات الرئيسية. الوجبات الثلاثة الرئيسية. The three main meals. الوجبات الثلاثة الرئيسية. You can also say شو بتتروق؟ شو بتتغدى؟ شو بتتعشى؟ شو تروقت اليوم؟ What did you have for breakfast today? شو تروقت اليوم؟ ترويقة؟ Breakfast. ترويقة. بيض مقلي. Fried eggs. بيض مقلي. بيض مسلوق. Boiled eggs. بيض مسلوق. زبدة ومربى. Jam and butter. زبدة ومربى. شوفان. Oats. شوفان. خبز. Bread. خبز. لبن. Yogurt. لبن. لبن عفواكي. Fruit yogurt. لبن عفواكي. جبنة. Cheese. جبنة. ساندويشي. Sandwich. ساندويشي. Saying bon appétit in Lebanese. صحتين. صحتين. And the typical reply is على قلبك for a male. على قلبك. For a female, على قلبك. على قلبك. In the plural, على قلبكن. You can also say صحة وعافية. صحة وعافية. And you could also invite the person to join in by saying تفضل for a male, تفضل, or تفضلي for a female, or تفضلوا in the plural. ركوة, coffee pot, ركوة. صينية, tray, صينية. فنجان, cup, فنجان. صحن, saucer, صحن. بصبلك قهوة, بصبلك قهوة. Shall I pour you some coffee? مع سكر, with sugar, مع سكر. بدون سكر, سادة. بدون سكر, سادة. Without sugar. تفضل, when addressing a male. تفضلي, when addressing a female. Please have or please take. تفضل, تفضلي. شكرا للمتابعة وبتمنى أنه الفيديو يكون عجبكم. Thank you for watching and I do hope that you've liked the video.